السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة مع أسامة، نتناول فيها أهم الأخبار الرياضية على ساحة كرة القدم المصرية وربما الألعاب الأخرى. وطبعا بعد أي مباراة بنبقى عاملين لايف، وبعد اللايف أو تاني يوم بنبدأ نتكلم عن تصريحات مارسيل كولر والتعامل مع المباراة سواء بالإيجابيات أو السلبيات. ولكن الحقيقة بعد مباراة الأمس أنا ببقى دايما كده في ماتشات مش لاقي كلام أقوله، لأن كل الكلام بالتأكيد هيكون كلام سلبي، لأن حتى هذه اللحظة انا مش زعلان على فكره التعادل ولا فكره انت فقدت النقطتين، انا زعلان على فكره سيناريو التعادل، سيناريو فقدان النقاط. وانا هنا مش عايز اشبه بالموسم الماضي، لان انا حتى الموسم ده انا بشبهه بمباراه فيوتشر. انا مش حابب ان اللعيبه تستبيح النادي الاهلي، اتكلم عن اللعيبه المنافسين، ان هم يكون ناقص منهم واحد، فبدل ما يرجعوا ويتكتلوا للخلف يكون عندهم طموحات ان ليه لا نتعادل مع فيوتشر، نتعادل مع النادي الاهلي بعد ما كان متاخر وناقص 10 لاعب وبيلعب 10 لاعبين. والداخليه مع كامل احترامنا ليه طبعا كفريق، ولكن هو بينافس من اجل البقاء والصراع مع انديه المؤخره في جدول الدوري، وفزنا عليه في الدور الاول بخماسيه، فبيتكلم ان انا كنت 10 لاعبين وقدرت ان انا اسجل في مرمى النادي الاهلي، وتهديد مرمى النادي الاهلي بقى مباح لكل الفرق حتى لو هم ناقصي العدد. هو ده اللي يزعل، هو ده اللي يضايق، هو ده اللي محتاج يكون فيه حاله من حالات الاستنفار. لان الحقيقه احنا شهر فبراير ضيعنا كل اللي عملناه في شهر يناير من حيث الرضاء النفسي، مش بتكلم عن النتائج، لان انت ما زلت متصدر جدول الدوري وما زلت قادر تحافظ على فرق النقاط، وفي مباراه ما بين بيراميدز والزمالك يوم الجمعه، اي نتيجه هي في صالح النادي الاهلي بالتاكيد. ولكن انا بتكلم على الايجابيات اللي انت طلعت بيها من شهر يناير، وبدات كمان كاس العالم للانديه بدايه موفقه، فزت المباراه الاولى والمباراه الثانيه، حتى مع خسارتك مع ريال مدريد كان في حاله من حالات الثقه في هويه الفريق واللعيبه اللي لعبت بشكل كويس جدا امام ريال مدريد. منذ مباراه فلامينجو والكيرف للاسفل والقصه اصبحت صعبه جدا، بنقول الاستهتار في كره القدم، لكن ضياع الهيبه مش في كره القدم او غير مسموح به للنادي الاهلي. انديه كبيره كده ما ينفعش يكون في هيبه الفريق تضيع، وبالتالي لازم من وقفه مهمه جدا، وده اللي قاله مارسيل كولر مع اللاعبين واعلن عنه في المؤتمر الصحفي، ان هو تعامل مع اللاعبين واداهم فرصه يفكروا في كلامه لمده يوم اللي هو النهارده، وبعد كده هيشوف المردود ده في داخل ارض الملعب. ولكن قال نقطه مهمه وجوهريه، وده اللي انا بتكلم فيه، ان اللعيبه دي هي اللي انا هلعب بيها لنهايه الموسم، فمش هقدر ان انا اعاقب بشكل واضح او ايقاف او كلام من ده، لان دول اسلحه اللي بحارب بيهم، وده احترافي جدا. لكن القصه بقى او الكلام اللي اتقال للاعبين هو ما بعد هذا الموسم، اللعيبه اللي هيكون عندها نقص في شخصيه وهويه النادي الاهلي، اللي هيكون عندها سمات من سمات التخاذل، مش هتكون مع هذا المدير الفني مارسيل كولر. وعشان كده انا بطالب اداره النادي الاهلي انها تحافظ على استقرار الاداره الفنيه، بمعنى ان لازم المدير الفني ده حتى لو عنده بعض السلبيات، وده موجود في اي مدير فني، لازم ان هو يكون فعلا بيكمل عقده، بيكمل سنتين، ما يكونش دايما هو الحلقه الاضعف، لان المدير الفني هو الحلقه الاضعف في كره القدم، فبنستسهل ونطيح بالمدير الفني. وبالتالي المدير الفني لما يكمل معاك للموسم القادم ويكون اللاعبين عارفه ان في استقرار فني مهما كان بعض الاخطاء اللي موجوده عند المدير الفني ده، فيبدا اللاعب يقدم كل اللي عنده عشان يرضي المدير الفني من اجل بقائه داخل جدران القلعه الحمراء، وبالتالي تحصل حاله من حالات الغربله لبعض اللاعبين. وانا بشوف ان هم مش كتار، العدد مش كتير، لان الحقيقه انا بشوف شريحه اللاعبين المصريين، يعني النادي الاهلي بيمتلك افضلهم. الناس بس يعني في لحظات الانفعال بتبدا تهاجم كل اللاعبين، وان كان لو بصيت في كل مركز في النادي الاهلي ودورت على بديل له خارج النادي الاهلي، هتكتشف ان انت كنت بتقول على لاعبين في مراكز كتير جدا اهم من اللاعبين اللي عندنا، ولما جم النادي الاهلي وارتدوا تيشرت النادي الاهلي فشلوا في انهم يثبتوا وجودهم. عشان كده انا دايما بقول المحترفين او الهلاك، وعشان بقول المحترفين او الهلاك، انا طبعا حملنا كلنا الخطا للهدف لرامي ربيعه اللي رشيد احمد لف بيه داخل ال 18، لكن محدش راح لسكة ديانج خالص. يمكن انا مش متحامل على ديانج، ولكن انا بشوف ديانج موهبه مهمه جدا، محترف مهم جدا، فبالتالي الفتره الاخيره لما الاقي مستواه صعب جدا منخفض جدا، لازم هنا نشير، هل ده لفكره في راس ديانج؟ هل ده موسم هيمشي بيه ديانج لنهايته؟ هل محتاجين للتدخل في التعامل بشكل واضح مع ديانج؟ لان ديانج محترف مهم واثبت ان هو كفء، فيجي الفتره الاخيره كل مباراه في خطا بجول. لو رجعنا للقطه الهدف هتلاقي البدايه الحقيقيه للهدف ده خطا اليو ديانج، لما اللاعب لف بيه في وسط الملعب
وهو كان عنده إمكانية ورفاهية إن هو يعمل فاول يوقف الهجمة في الدقيقة 90 اللي ما كانتش موجودة عند رامي ربيعة، لأن رامي ربيعة لو عمل ده هيكون ضربة جزاء. فبالتالي لو رجعنا للهجمة هتلاقي أليو ديانج تسديدة ارتدت من ال 18، أليو ديانج هو الدور المنوط بيه اللي كان جيد فيه جدا، ألا هو سرعة ارتداد الكرة وسرعة يعني الانقضاض على المنافس. الحقيقة ديانج افتقد الميزة دي بقاله أكتر من مباراة، يمكن أكتر من شهر. مباراه كاس العالم كلها بلا استثناء ومباراه الامس تحديدا ظهرت في الهدف ده، ساب اللعيب يلف بيه، اللعيب عدى من قدامه ما فكرش ان هو يعمل حتى فاول، يعني بعد ما لف بيه وعدى نص ملعبنا راح كسر وعدى من قدام أليو ديانج، فأليو ديانج دخل معاه في مقص كده وسابه واصبح فيه 3 على 3، وصلنا لحاله دفاعيه 3 على 3، وده مش مستوى أليو ديانج الحقيقي. وبالتالي أليو ديانج محتاج وقفة، وأي محترف محتاج وقفة. لما علي معلول يكون فيه أخطاء أو مشابه مرتبطة بعدم التركيز لازم يكون فيه جلسة مع علي معلول، لما أليو ديانج لازم يكون فيه جلسة مع أليو ديانج، لأن دولة المحترفين اللي احنا بنعتمد عليهم بشكل 100%. ما دون ذلك بيرسي تاو أكيد كل محترف لازم يكون له وقفة، ولكن أنا بكلمك في الناس اللي مستوى معروف للجماهير ما ينفعش يكون فيه حالة من حالات اللامبالاة أو التخاذل، ولو هو مرهق لازم يتم إراحة أليو ديانج ومنح الفرصة للاعبين آخرين. وعندنا حمدي فتحي ساعات بيريح فترات طويلة، فنشوف القصة، لأن أليو ديانج الفترة الأخيرة عنده ميس باص كتير جدا، من أول ما نزل الشوط الثاني ميس باص حتى في لقطة الهدف، مش هو ده أليو ديانج اللي احنا عارفينه. وعشان كده أنا ما زلت مصر، حالتك الفنية لو عايزها تعلو وتعلو وتعلو لابد من علو أو كفاءة اللاعب المحترف. انت عندك افضل لعيبة محلية، انت عندك بعض السلبيات شايفهم في اللعيبة الحاليين حقك تماما، وده كلنا شايفينه، ولكن في النهاية هم دول صدقوني الافضل داخل مصر. وشفنا حتى الجيل اللي صاعد ومنتخب الشباب اللي صاعد، شفنا الحالة وصل لإيه. وبالتالي انقاذك في البطولة الافريقية تحديدا هو ان يكون عندك محترفين يصنعوا الفارق. نتمنى القندوسي يكون من اللاعبين اللي تقدر تصنع الفارق، وايضا كريستو مع منتخب تونس حاليا في الشباب يقدر يصنع الفارق، ولكن مهم جدا نبقى فاهمين ان اللعيبه والجوده الحاليه المصريه او القماش المتاحه انت عندك الافضل، ولو في حد افضل منهم هتلاقيه في انديه منافسه، وان كان الانديه المنافسه شايفين حالتها وشايفين امورها الصعبه. ولكن بما اننا اتكلمنا عن منتخب الشباب اللي يعني فشل ذريع والبطوله منظمه على ارضنا، كان في لاعب بيدور كلام حوالين منه محمد حمدي، اعتقد اتقال ان اللاعب ده بيلعب في اتلتيكو مدريد وان هو طلب ينضم لمنتخب الشباب، منتخب الشباب رفض ضم اللاعب، فاللاعب اختار ان هو يلعب لمنتخب الشباب الاسباني. اعتقد يعني الامور دي محتاجه إعادة نظر، لأن الحقيقة إحنا ممكن نكون بنهدد كفاءات كتيرة جدا جدا موجودة في الدوريات الأوروبية. ويمكن كان واضح جدا أن الوزير الدكتور أشرف صبحي تحدث أن في لجنة هيكون منوط بها إدارة ملف المحترفين في الخارج اللي مش معروفين، اللي مش خارجين من أندية، اللي هم مغتربين في الأساس وبدأوا يلعبوا كرة قدم أو يمارسوا رياضيات ولعبوها رياضة وبدأوا يلعبوها في دوريات أوروبية وأندية أوروبية. نتمنى يكون في حرص على اختبار هؤلاء اللاعبين ومنحهم فرصة اللعب في المنتخبات، عشان ما نلاقيش لعيبة ومواهب كبيرة تروح تلعب في منتخبات أخرى وتفضل المنتخبات الأخرى على منتخب بلادها الأصلي. والموضوع ده مهم جدا، والمفترض الوزارة تكون أكثر أهمية بهذا الأمر. وبما أننا بنتكلم عن وزارة الشباب والرياضة، الحقيقة التصريح اللي خرج من الأستاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة تصريح محبط للغاية للقوانين، وهي قصة عزل مرتضى منصور من عدمه. الاتفاق اللي اتقال من او اللي اتفق عليه كل الجميع باستثناء العضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأستاذ سليمان وهدان، ان الحكم المقيد للحرية يلزمه عزل، يبقى فيه عزل، ولكن العزل ده المنور بيه مجلس إدارة نادي الزمالك. الحقيقة مجلس إدارة نادي الزمالك حديث الأستاذ سليمان وهدان قال ان الكلام ده مش وجوبي والقانون ده مش قانون وجوبي. احنا ممكن لو شفنا الفقرة الأولى بتقول لو العضو غاب 3 جلسات متتالية او 6 جلسات في السنة بيتم عزله او سحب العضوية منه، وساعات انا بغيب 3 او اي حد يغيب 3 جلسات ويقدم ان هو كان مرضي، وبالتالي الامر غير وجوبي. هنوضح ده في المادة 41 لان في تلاعب بالمصطلحات من وجهة نظري، لكن خلينا في المادة 23 اللي بتتكلم في حكم مقيد للحريات. الحكم حصل ولا ما حصلش؟ حصل. مرتضى منصور حاليا مقيد حريته؟ لا، مقيد حريته في مستشفى في السجن، في النهاية في قيد على حريته، وبالتالي
واجبة من وجهة نظري ومن وجهة نظر المادة 23 عزل مرتضى منصور، وان الكلام ده يقدمه مجلس إدارة نادي الزمالك. الحقيقة مجلس إدارة نادي الزمالك اتفق ان الكلام ده مش هيحصل ومش هيتقدم، سواء احمد مرتضى منصور قعدوا مجلس إدارة مع احمد حسام ميلو او الاستاذ سليمان وهدان مع الاستاذ عمرو اديب، وطلعوا الكلام بوضوح ان هم هيشوفوا حد يسير الاعمال لعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك مرة اخرى بعد شهر، والكلام ده مستندين فيه على قضية هاني زادة اللي رفعها بعد هذا الحكم في اغسطس على ما اعتقد الماضي، ان الحكم ده المفترض يكون بيؤدي الى عزل مرتضى منصور، وان في جلسات في المحكمة بتتحدث عن قانونية عزل مرتضى منصور من عدمه في الحكم قبل صدور تنفيذه. والحقيقة الاستاذ سليمان وهدان اتكلم وقال ان الحكم بيكون وقت الصدور مش من التنفيذ، لا حضرتك التنفيذ لان ده مقيد للحرية، مرتضى منصور لم يكن مقيد للحرية أثناء يعني صدور الحكم الماضي قبل التنفيذ بعد محكمة النقض، وبالتالي في حالة جديدة قانونية طرأت على مرتضى منصور، وبالتالي المادة 23 لابد أن تطبق. ونرجع للمادة 41 هتلاقي النص واضح وصريح بعد المادة الأولى والمادة الثانية، بيقول لك وفي هذه الحالات على مجلس الإدارة إخبار وزارة الشباب واللجنة الأولمبية بعزل العضو الذي صدر في حقه حالة من الحالات اللي كانت في مادة واحد ومادة اتنين، اللي هو غاب ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات في السنة في الشهر يعني، والجلسة لو اجتمعوا أكتر من مرة في الشهر بتحسب مرة واحدة في الشهر. والنقطة التانية اللي هي النقطة اللي هي فيها حالة من حالات مرتضى منصور وهي حكم مقيد للحريات. طب الناس بتقول لك أصل هو ممكن يطلع يرد اعتبار، وقصة رد الاعتبار وسألنا فيها وموجودة في القانون بيكون للجنايات بعد ست سنوات من تنفيذ الحكم والجنح بعد ثلاث سنوات من تنفيذ الحكم، وبالتالي الامر صعب جدا ان فكره ان مرتضى منصور يرجع بعد شهر يكون رئيس نادي الزمالك. لكن المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه قال ان مرتضى منصور لن ينتهي، بمعنى قال ان هو يقدر يرجع مره ثانيه بالانتخابات. طب على اي اساس حطيته المهدد دي لما حد يصدر في حقه حكم مقيد الحريه؟ طب ما انا ممكن اجي قبل شهر من الانتخابات او شهرين وعندي حكم شهر انفذه وبعد شهر انزل الانتخابات بس كده، لا ده انا عايز اقول لكم ان انا كمان حالتي حلوة جدا ان انا اختار التوقيت اللي انا ادخل فيه المستشفى السجن وابقى عندي شهر واخد راحة ويبقى عندي عذر مهم جدا الا وهو العاب الصلاة الضيعة. فريق كرة السلة سيدات تم انسحابه من الاتحاد المصري لكرة القدم والبطولات، وبالتالي طلع صدر قرار النهارده من الاتحاد المصري لكرة القدم بهبوط نادي الزمالك رسميا للدرجة الثانية من ألعاب الصالات أو في كرة السلة السيدات. وهل هيتم بقى يعني زي ما اتقال تسريح الفريق من عدمه؟ الله أعلم، لكن الفريق ما لعبش الدور الثاني وبالتالي هبوط نادي الزمالك رسميا للدرجة الثانية. عندي ألعاب الصالات في الكرة الطائرة المدير الفني مش موجود وبيقدم استقالته وبيرحل لأن عنده مشاكل ونادي الزمالك مش بيحلها. عنده في كرة اليد بعد ما كان مسيطر ومهيمن وبيفوز كل المباريات على النادي الأهلي في الفترة الأخيرة أو له اليد العليا بيتعرض لهزيمة أمام النادي الأهلي بفارق خمس أهداف. عنده في كرة السلة بعيد تماما عن المنافسة، وأنس أسامة نجم الفريق رحل للاتحاد السكندري ومفيش فرص للمنافسة لسلة ولا طايرة ولا يد ولا قدم، وهو في المركز الخامس أو الرابع، وبالتالي مفيش أفضل من ده توقيت أرجع بعد كده في شهر سبعة أدخل انتخابات وأطلع بالجملة الشهيرة الدولة خدتني وعقبتني عشان تسقط نادي الزمالك. وما حدث في الخمس شهور الأخيرة من انفلات ومشاكل وأشياء أخرى وحجز على الأرصدة سأعود مرة أخرى كأسد يدافع عن نادي الزمالك ويبدأ فترة جديدة، وكأن مكتوب على رئيس نادي الزمالك إن في مرحلة الإخفاق لنادي الزمالك يكون بعيد عن المشهد ويعود قبل تحقيق النادي أي بطولة. موضوع صعب جدا، ولكن في النهاية هو ده المشهد اللي احنا شايفينه في كرة القدم. كنت بقول انتهاء عصر مرتضى منصور، يبدو انني ما زلت ساذجا بما يكفي. نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع. سلام.